اهلا بحضراتكم من جديد. برحب بضيوف اللي انضموا لنا في الاستوديو، لاعبه النادي الاهلي المنضمين حديثا او انضموا حديثا من نادي وادي دجله تحت فريق 16 سنه المرتبط. طبعا برحب بضيفي الكابتن يحيى ايهاب. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله يا كوتش. منور قناه النادي الاهلي. منور حضرتك والله. منور النادي الاهلي كله. وبرحب بضيفي الكابتن كريم مصطفى. ازيك يا كريم؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ منور قناه النادي الاهلي. منورك. الحقيقه يحيى وكريم انضموا النادي الاهلي من منذ حوالي يمكن اسبوعين، كان في مفاوضات كبيره مع نادي وادي دجله. نادي وادي دجله الحقيقه بتربطه بالنادي الاهلي علاقات طيبه، وكانت رغبه الاثنين لعيبه ان هم ينضموا لنادي الاهلي كانت هي الفيصل. الحقيقه كان في بعض العروض من بعض الانديه المنافسه، ولكن رغبه اللاعبين هم هي اللي حسمت الموضوع. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها ان فريق 16 سنه مرحله سنيه مهمه، لان نتائجها مرتبطه مع فريق الدرجه الاولى. خلينا نتكلم مع يحيى وكريم ونشوف اخبارهم ايه، نشوف اخبارهم ايه جوه النادي الاهلي. يحيى قول لي الموضوع ابتدى ازاي انضمامك لنادي الاهلي؟ هو احنا المفروض ان بعد ما الموسم خلص اللي فات، احنا ابتدينا الموسم ده كان في بطوله مجمعه في الصيد، بطوله يعني وديه، وقبلها على طول جات لنا مكالمه المفروض ان النادي الاهلي كان عايزنا نروح. لا مش مكالمه كده، مكالمه من مين يا يحيى؟ مكالمه من، انا مش متاكد الصراحه من مين. هو كان تقريبا من كابتن وليد الاداري. وليد الاداري، كابتن وليد. والمفروض هم طلبونا ان احنا نروح نتمرن عندهم، يعني يشوفونا الاول علشان يحددوا السعر، مجلس الاداره يحدد السعر وبس. والحمد لله رحنا وتمرنا وكانت تمرينه كويسه، يعني مشيت على خير الحمد لله وبس. طب قول لي، يعني انتوا يعني انت بتلعب لاعب ارتكاز. طيب قول لي انت، يعني ايه اللي خلاك تفضل النادي الاهلي عن اي نادي تاني في المنافسات او في زي ما بيقولوا في المفاوضات؟ لا هو النادي الاهلي طبعا ملوش مثيل، طبعا غير ان هو كان طول عمره نادي قوي، وكان فيه بالذات بقى، يعني هو فيه طبعا لعيب او لاعبين في مركزي طبعا، بس برضه لعيب او لاعبين ده مش كتير بالنسبه لنادي تانيه، ولازم يبقى فيه برضه عشان حد اتصاب لازم يبقى في باك اب. فطبعا احنا كنا يعني قول اتكلم. ما تقلقش اتكلم، خد توتر شويه الصراحه. لا لا اقصد اقول لك ان هو برضو الرغبه مهمه. انا قلت في اول كلامي ان الرغبه رغبتكم حسمت الموضوع، وده طبعا اكيد النادي الاهلي حاطط ده في اعتباره، واكيد ده هيعليكم كتير عند جمهور النادي الاهلي. طيب خلينا اروح لكريم، بس قبل ما اقول يعني اتكلم مع كريم، بنبارك لفريق الكره الطائره سيدات تفوزوا على سبورتنج 3-0. الحقيقه كده الفرقه كسبت كل مبارياتها هذا الموسم بنتيجه نظيفه 3-0، كل الاشواط 3-0. ده يبين قد ايه فريق الاول الكره الطائره سيدات في النادي الاهلي يعني فارق المستوى كبير جدا بينه وبين الفرق المنافسه، مع كل الاحترام طبعا لكل الفرق المنافسه داخل مصر. عندهم بطوله عربيه، كل التوفيق لهم. الف مبروك كابتن حمدي الصافي، والف مبروك يعني فتيات الذهب. الحقيقه اروح لكريم. كريم قول لي بقى المفاوضات ابتدت ازاي وسمعت ازاي النادي الاهلي عايزك؟ هو زي ما يحيى قال برضه كابتن وليد اتكلم، نروح تمرينه، رحنا التمرينه، بعدها قالوا لنا نتفاوض مع النادي، بعدها تفاوضوا سعر كذا وبتاع، تعالوا اتمرنوا. فروحنا اتمرنا بعد ما خلصوا المفاوضات وبتاع واتفقوا على السعر، بعدها خلاص خلصوا الورق وكل حاجه مع دجله والتفاوض تمام. بعدها بقى الموضوع خلص من كام اسبوع رسمي بقى. طيب وقول لي، يعني انت رغبتك كنت تيجي النادي الاهلي، كنت يعني يحيى كان بيقول ان في لعيبه في مركزه ومع ذلك هو حب يجي عشان هو حابب يجي النادي الاهلي. طب انت ايه بقى؟ انت لما كنت قايل مثلا اي لعيب من النادي يقول لك الروح وبتاع، فدي حاجه كانت شداني الصراحه ان انا اكون جزء من الروح وان انا العب بقلب والحاجات دي، فده حاجه يعني سبب رئيسي ان انا احب ان انا يعني اكون. طب انت عارف النادي الاهلي طبعا هو المركز الاول وبعد كده كله سواسيه، الثاني زي الاخير. وكان بطولات طبعا صحيح كل الحاجات دي، فدي كانت حاجه شداني ان اكون جزء من الكيان ده. طب قول لي انت، يعني مش حاسس ان موضوع ان فريق ما بيقبلش ابدا بالمركز الثاني، مش حاسس دي مسؤوليه غريبة؟ مسؤوليه ان شاء الله وانا قدها يعني، وكل فريق قدها. برافو عليك. طيب خلينا نتكلم على كابتن احمد الجرحي، ويا ريت يا جماعه لو كابتن احمد الجرحي يبقى ممكن يبقى معانا مداخله برضه، عايز اخد رايه في بعض الامور. يعني انت اكيد كنت بتتفرج عليه، اكيد لعبت قصاد بعض وهو هيد كوتش الاهلي، يعني طب انت بتربطك بيه علاقه شكلها ايه؟ هو يعني من اول ما جينا النادي بتاعه ما سبناش في ولا مره، لو من اول الصفقه معانا اي مشكله كان بيكلمنا يطمنا يعني، وكان معانا في التمرينات كويس وكل حاجه تمام، يعني شخصيه محترمه جدا. طب قول لي يا كريم، انتوا لعبتوا منتخبات ولا انتوا لسه السن بتاعكم ما فيش منتخب؟ لا احنا في 14 بس لعبنا منتخب القاهره. منتخب القاهره.
شاركته في اي بطوله خارج مصر؟ البطوله وديه كانت في المانيا. المانيا ده مع منتخب القاهره. مع منتخب القاهره. استفدت منها حاجه ولا يعني كتير طبعا أوه. خبره لعب بره وبتاع وسفر يعني خبره كبيره طبعا. انت بتلعب في مركز 3 و4 صحيح؟ اه صح. مين مسك الاعلى بقى؟ اسال على يعني ما تقوليش جوه الاهلي قول براحتك بره ولا يعني في الانبي مثلا جوه مصر وبره مصر عايز برون طبعا برون جيمس طبعا ده في الانبي ده مثل يعني العالم كله كله بس قول لي جوه مصر مين كمان خلينا في المستوى المحلي الاول يعني مثلا يوسف شوشه مثلا بتاع سبورتينج سبورتينج طبعا لاعب المنتخب لعيب كويس بس هو ما بيلعبش اربعيه بيلعب ثلاثيه بس اه طب يعني برضو حتى الثلاثيه اربعيه قليلين في مصر اللي كانوا بيعملوها يمكن اسماعيل احمد هو كان اكتر واحد بيعملها بس هو الحقيقه الجيل ده ما فيش حد بس ان شاء الله تكون احسن منهم ان شاء الله باذن الله واحد انا طب قول لي برضو يا يحيى انت يعني برضو خمسيه برضو خد بالك يعني بيلعب خمسيه بيبقى عليه هو زي ما بيقولوا هو قوه دفع الفريق ايوه طبعا مين مسك الاعلى وعايز تبقى زيه؟ طارق الغنام طبعا يعني طارق الغنام طبعا بنتفرج على ماتشات ما شاء الله يعني طبعًا. كل حاجه طبعا اكيد وطبعا شاكيل ونيل بقى يعني مالناش دعوه بيه ده انت يعني حضرت ماتشات لشاكيل ونيل خد بالك شاكيل ما بطل لا بطل. كله يوتيوب بقى وماتشات قديمه في قنوات مثلا بتذيع الماتشات القديمه كنت بقعد اتفرج كنت بشوف بيلعب ازاي الموفز بتاعته كان بيعمل حركات معينه كان بيلف باللعيب من جوه حاجات كده يعني طب خد بالك برضو يا يحيى في حته انت ممكن في السن ده تلعب خمسيه بس ممكن لما تكبر شويه هتلاقي الاجسام بتزيد بيبقى في عوامل ثانيه طب انت لو ما لعبتش خمسيه تحب تلعب انا فكرت اصلا كتير قوي وقلت ان انا مثلا ممكن في اي وقت طول يقف ده طبيعي يعني بالزبط. مش حاجه عيب يعني فالمهم ايه فكنت بروح النادي بدري وكنت باخد كورتين واتمرن اقعد اتمرن على الدريبل بقى مع نفسي كنت علشان لو اتحطيت في موقف مثلا ان انا لا اتحرك بالملعب لقدام من باصات مقفوله اعرف اعمل دريبل واخش وفي نفس الوقت ان انا لو فعلا ما طولتش اكتر من كده ولعبت اتنينيه او تلاتيه يعني انت بتستعد لده طبعا تستعد انت ممكن تغير مركزك في اي لحظه او في اي سنه من السنين بس خد بالك هي زي ما انت كنا بنتكلم قبل الهوا هي رغبه اللاعب خد بالك انت بتقول كنت بتيجي الصبح تتمرن عشان تعلي البول كنترول بتاعك تلعب 1-on-1 احسن عشان تقدر تلعب بتهيأ لي في لعيبه مروا كتير باللي انت عملته وعدوا بالكلام ده انت جاهز للقصه دي ولا لا؟ طبعا ان شاء الله طب قول لي يعني انتوا بتلعبوا دلوقتي بطوله المنطقه صحيح؟ وبعد كده ان شاء الله تنتقلوا للجمهوريه قول لي اخبار النتائج ايه؟ هو احنا الحمد لله دلوقتي كسبنا كل الماتشات اللي لعبناها في المنطقه وفي المرتبط، في المرتبط لعبنا نادي الاتصالات ونادي الشمس ونادي الاتحاد كل فريق منهم مرتين مره في القاهره ومره في اسكندريه والحمد لله كسبنا كل الماتشات وفي المنطقه لعبنا دور السيمي فاينل والحمد لله برده كسبنا كل الفرق. وبطوله الجمهوريه بعد كده بقى بتوقف شويه بعد دوري المرتبط بتروحوا على بطوله الجمهوريه. جاهزين عشان منافسه شرسه خد بالك جاهزين سموحه فريق رعب. لا روبي مفيش حد رغم النادي الاهلي عجبني بس يعني الروح اللي انت بتتكلم بيها يحيى يعني. طيب خليني اقول لك كريم يعني برضو انتوا لسه صغيرين واكيد عندكم مستقبل كبير بتفكر يعني كمان سنه او اتنين مع المنتخب ومع النادي الاهلي تسافر بره جامعه تبتدي حياتك يعني شفنا لعيبه كتير شفنا انس راح جامعه لويس فيلي في امريكا شفنا بيبو لعيب مصري المحترف في اسبانيا عندك الطموح ده ولا لا؟ واكيد طبعا زي اي حد طبعا طموحه ان هو يوصل لاعلى حاجه فانا دلوقتي يعني الحمد لله بركز دلوقتي على التمرين مش حاططها اللي هو يعني امل دلوقتي لان لسه في ماتشات فانا عايز اركز هنا اكتر بعد كده واحده واحده هتيجي يعني برافو مش هفضل حاططها في دماغي من غير ما اشتغل لازم اشتغل الاول بعد كده ان شاء الله هتيجي هي طيب خليني برضه اقول انه برضه مهم سواء الاب او الام او الاسره كامله حتى اخواتك يعني شايف ده مهم للاعب ولا لا؟ انا شايف بصراحه ان من دي اهم الاسباب يعني ان ابويا دايما واقف جنبي اللي هو مثلا عشان المذاكره وكده دايما اللي هو عايز ينظم لي وقتي بيقعد ينصحني يتكلم معايا برضه والدتي نفس الحوار. حد رياضي من اهلك يعني باباك او مامتك قبل كده؟ مين؟ والدي كان بيلعب هوكي زمان. كان بيلعب هوكي؟ كان بيلعب في الزمالك. هو فعلا ما فيش غير هوكي في الزمالك. كان بيلعب في الزمالك زمان. يعني الاهلي ما كانش عنده هوكي صحيح. وبعد كده ليه الباسكت ليه وداك الباسكت في البدايه يعني انا سن كنت بلعب سباحه الاول في نادي 6 اكتوبر بعدها كانوا عايزين يعملوا فريق باسكت فجابونا من هناك قالوا عايزين الطوال في النادي فروحنا حبيت الباسكت بعدها عزلنا فكان اقرب نادي ليا وادي دجله بعدها من وادي دجله يعني انت الاهلي كانت رغبتك تلعب حبيت الباسكت طيب مثلا. خلينا معانا الكابتن احمد الجرحي المدير الفني للفريق 16 سنه اهلا بيك يا كابتن ده حضرتك يعني يحيى وكريم منوريني في الاستوديو الصفقتين يعني اكيد فادوك كتير يا كابتن احمد رايك ايه؟
والله في الاول طبعا لازم ادي طبعا كل واحد حقه، هما الصفقتين دول كان سببهم في الاول كان كابتن اسلام الكيلاني، كان هو اللي ماسك فريق النادي الاهلي تحت 14 سنه من سنتين. هو انا ما كنتش شفت يحيى وكريم قبل كده، كابتن اسلام يعني هو اللي نبهني ان في ولدين في وادي دجله مستواهم يقدر يفيد النادي الاهلي، فانا طلبت يعني طلب مباشر من نادي وادي دجله ان انا لو ممكن يتمرنوا معايا تمرينه اشوفهم. مجرد ما شفتهم طبعا كان عندي قناعه فنيه كبيره بيهم، زائد ان انا عاشق في اسلام الكيلاني جدا، فطلبنا طبعا تعاقد معاهم. فضلت المفاوضات طبعا قعدت وقت كبير، طبعا حتى عارف في مشاكل اللي عندنا في النادي، قصه اللائحه الاسترشاديه، انك تدخل حاجه مجلس الاداره، كان فتره يعني كان فيها ظروف في النادي، وفي نفس الوقت كان نادي وادي دجله كان يعني متقل علينا شويه في المفاوضات. لكن الحمد لله يعني الصفقتين تموا على خير، وحضرتك عارف طبعا احنا دايما لما بنشتري لعيبه طبعا احنا هنستفاد منهم في المرتبط جدا، يعني يحيى وكريم هيلعبوا مرتبط سنتين، لان في 18 سنه المرتبط هيبقى 18 سنه بعد كده. صحيح. فكان لينا فيجن ان هم هيفيدونا دلوقتي في المرتبط، وان شاء الله باذن الله اتوقع ان الاثنين يبقى ليهم مستقبل في النادي الاهلي. وانا متابع طبعا الحلقه بتاعت حضرتك من اولها، حضرتك فتحت معاهم كلام عن البوزيشن بتاعهم انه ممكن يتغير، فعلا ده اللي احنا اللي انا بصفه خاصه شغال معاهم عليه، ان احنا هنستفاد في اماكنهم في الوقت الحالي ان نقدر نستفاد منهم اقصى استفاده، لكن في نفس الوقت بحاول ان انا ادخل لهم يكتسبوا مهارات زياده، بحيث ان ممكن كريم انا شايف ان هو هيبقى في بوزيشن 3 احسن له على مستوى الدرجه الاولى، يحيى هيبقى مثلا اربعايه، ممكن ينزل يلعب ثلاثايه شويه يبقى اربعايه ثلاثايه. فطبعا ده كله محتاج شغل، وهم قد الشغل، وبصراحه الاثنين رجاله جدا وفادونا جدا في المرحله اللي فاتت. طب قول لي يا كابتن احمد، يعني خلينا اتكلم معاك في حته انه انت بتبص كمان للمستقبل، يعني انت مش باصص بس تحت رجلك ان اللاعبين طبعا يحيى وكريم يفيدوا النادي الاهلي تحت 16 سنه، انت باصص للمستقبل كمان، يعني الحته دي مهمه جدا وانت اثرتها. وكمان عايز اطمن على اخبارك مع المنتخب، قول لي انت عامل ايه. والله انا هتكلم الاول على قصه المستقبل. انا حضرتك عارف كابتن هيثم ان يعني انا عندي وجهه نظري كاحمد الجرحي ان انك تطلع لعيب يلعب في الدرجه الاولى في النادي الاهلي اهم ما تجيب بطوله في الناشئين. وجهه نظر صحيحه. فانا بالنسبه لي طبعا اي لعيب بشتغل بشوف فيه يعني ان هو ممكن يقدر يكمل في الدرجه الاولى، ده انا بشتغل عليه ممكن اكتر ما اشتغل على البطوله. الحمد لله الشغل ده هو اللي بيجيب البطوله في الاخر. صحيح. يحيى وكريم انا متوقع ان شاء الله ان هم يبقى ليهم مستقبل كبير في النادي بشغلهم بعرقهم، هم الاثنين كانوا مفيدين لنا جدا في ماتشين الاتحاد سواء الذهاب او الاياب، يعني الحمد لله احنا كسبنا الاتحاد السكندري الماتشين رايح جاي، وكان الناس بترشح ان الاتحاد هو اللي يفوز، بس احنا صحيح. يعني اشتغلنا في صمت والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الماتشين. بالنسبه للمنتخب طبعا حضرتك عارف كابتن مرعي هو المدير الفني للمنتخب، انا المدرب العام معاه مساعد مع كابتن مرعي، فطبعا كابتن مرعي حاليا هو بيلعبوا الدوره المجمعه، هتبدا بقى الدوره المجمعه الثانيه للدور التمهيدي الدوري المرتبط، وان شاء الله انا كان بينا مكالمه النهارده ان شاء الله هنقعد عشان خلاص احنا خلال اربع خمس ايام هنبدا بقى اول معسكراتنا، بس هتبقى معسكرات مفتوحه. عندنا بطولة ودية إن شاء الله في ألمانيا في آخر شهر 3 استعدادا لبطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. فإن شاء الله يعني أنا فعلا أنا أكون مساعد لكابتن مرعي، واحد من أكبر المدربين في مصر وتاريخه طبعا معروف سواء مع نادي الجزيرة أو مع نادي سبورتنج. شرف ليا إن أنا اشتغلت تحت قيادة كابتن مرعي في جهازه، ويعني دي لو حاجة أنا طالبها بصراحة يعني انا كنت دايما بتمنى ان اشتغل مع واحد زي كابتن مرعي. خلي بالك كابتن مرعي مسك المنتخب الكبير، يعني راجل يعني طبعاً امكانياته طبعاً عاليه جدا، راجل لعب بطوله افريقيا مع المنتخب الكبير وبقى له سنين طويله يعني مع المنتخب الكبير. الجيل ده محظوظ جدا انه يجيله مدرب بالقيمه دي. انا بقول لحضرتك انا كمدرب مش كلاعب، كمدرب كان بيبقى ليا الشرف اني اساعد كابتن سيد مصطفى، كابتن مرعي، كابتن اشرف توفيق، الاسماء الكبيره اللي موجوده عندنا في الباسكت، في مش عايز حتى طبعا كابتن عمرو الخير، كابتن عصام حميد، كابتن شريف عزمي، يعني ممكن يكون انا ناسي حد، بس طبعا كلهم مدربين كبار. بيبقى اي مدرب
اصغر منهم سنا طبعا بيستفيد منهم جدا، وانا ان شاء الله يعني هحاول استفيد من كابتن مرعي على قد ما اقدر في كل ثانيه في كل تمرين ان شاء الله. ان شاء الله كابتن احمد الجارحي المدير الفني للفريق 16 سنه مرتبط بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كل التوفيق ليك ولابطالك. الحقيقه ارجع لكريم ضيفي في الاستوديو. كريم، يعني اكيد المذاكره والامتحانات اكيد بتاخد منك مجهود كبير، يعني كلنا كنا بنعدي المرحله دي، خاصه الامور دلوقتي بقت اصعب والتنسيق ما بين وزاره التربيه والتعليم والرياضه اصبح منعدم، انت بتعاني من الموضوع ده ولا ايه؟ يعني الصراحه شويه بس يعني بحاول على قد ما اقدر ان انظم الوقت، يعني بيبقى فيها اوقات قليله جدا، يعني دايما والدتي برضو بتفضل تشجعني وتزقني ان انا اذاكر، والحمد لله يعني اللي بقدر اعمله في الوقت القصير ده بعمله. مذاكر وبتاع انت طبعا ايه طبعا الباسكت في دماغك يعني ليل ونهار اكيد طبعا، يعني بس قول لي يعني اكيد موضوع تنظيم الوقت، خاصه ان انت اكيد برضو بيتك مش قريب من النادي الاهلي، بتقضي مشوار طويل في الطريق، يعني خلي بالك في ناس بتتفرج علينا وفي اطفال صغيرين دلوقتي بيتفرجوا علينا، يعني عايز تقول لهم ازاي بتنظم يومك ووقتك؟ يعني هو اكيد اليوم في مثلا ساعتين او ساعه فاضي خالص ما بتعملش فيهم اي حاجه، قاعد يعني ممكن بدل تتفرج على التلفزيون تعمل اي حاجه، تقرا اي كلمتين يعني هيفيدوك، لان حصلت معايا قبل كده في امتحان كان كنت فاكر ان انا يعني مش هعرف اذاكر حاجه، فقلت اذاكر حاجه بسيطه يعني، فذاكرت الحاجه البسيطه دي جت، وفي نفس الوقت قضيت وقت في التمرين كويس ورحت الامتحان حليت كويس برضه الحمد لله. ان شاء الله، وانت كلام محترم يعني. ويحيى نفس القصه، ماساه في المذاكره ولا ايه؟ اه طبعا. لا اي لعيب باسكت، انا دلوقتي حالا يعني عندي امتحانين يوم الاحد ان شاء الله، اخر امتحانين بقى في الترم في الشهر ده ان شاء الله. واه لسه النهارده الصبح برضه والدي برضه كان بيكلمني. في حد رياضي في اسرتك؟ لا لا، هو انا واختي بس. طب ايه اللي خلاك تخش الرياضه ولما ما فيش حد رياضي؟ يعني كريم بابا هوكي؟ لا هو من وانا صغير واحنا بنروح النادي وبنشوف يعني ايه اكتر رياضه كنت انا نافع فيها، والصراحه الباسكت دي جت بالحظ يعني، انا كنت ماشي في النادي وكان في راجل بقى ماشي ورايا من بعيد جدا وفضل ماشي ورايا كتير، وانا قلقت بقى ما انا لما وصلت لماما بقى قلت لها في راجل ماشي ورايا، فلقيت الراجل ده اللي هو كابتن خالد كان معايا في دجله، جه بقى وقال لوالدتي ان هو كان عايزني في فرقه الباسكت، وسالها نفس يعني انا عندي كام سنه عشان يعرف انا طولك مناسب بالظبط. ولما عرف طلبني يعني في فرقه الباسكت ورحت وجربت، ومن اول تمرينه وانا حابب اللعبه جدا، والصراحه على فكره بتبقى جينات يعني، انت ممكن الاولاد يعني مش طب قول لي انت يعني ابتديت لعب، طبعا انت من ولاد وادي دجله يعني من الناشئين، خلينا نتكلم على ان وادي دجله ملوش فريق اول او الفريق الاول بتاعه لسه يعني اندر لسه بادئ بيبتدي، وهم الحقيقه بيبذلوا مجهود كبير، كابتن علي الجلاني مدير فني بيبذل مجهود كبير طبعا عشان يبتدي، وطبعا دكتور هشام محمد رئيس الجهاز هناك. طب انت استفدت حاجه من وادي دجله اكيد؟ استفدت طبعا إيه؟ طبعا انا من غير وادي دجله يعني ما كنتش هبقى لاعب زي النهارده طبعًا. كان دايما كابتن عاطف صلاح كان طبعا مدربك؟ مدربي 16 سنه و14 سنه، كان دايما ياخدنا برده ويقعد يكلمنا ان احنا نقدر نشيل الفرقه ونعمل شغل ان شاء الله في البطولات اللي احنا بندخلها، وفعلا كنا من الاجيال القليله قوي اللي دخلت جمهوريه بطوله الجمهوريه وعملنا الحمد لله شغل. طب بتفكر تطلع جامعه ولا لا؟ ان شاء الله طبعا يعني تشتغل على خلي بالك الموضوع ده ما بيبقاش وليد لحظه، موسيقته معروفه خد بالك، هو يعني تعمل شغل كويس تتمرن كويس تلعب مع المنتخب بلدك هتتشاف ان شاء الله. يا ريت يعني تشتغل يعني انت حلم ليك ولا لو جت ما جاتش؟ طبعا حلم، لا حلم وبنشتغل كل يوم انا وكريم طبعا. طب قول لي انت في لعيبه من وادي دجله شايفهم كانوا ممكن ينضموا معاكوا ولا يعني شايف في كفاءات في وادي دجله يعني ممكن تنتقل؟ طبعا في كذا لعيب فعلا في وادي دجله يستاهلوا ان هم يتشافوا اصلا. زي مين عشان يعني نسوق لهم؟ زي مين؟ لا في كتير طبعا ان هم يعني لا في كتير طبعا يعني علي وليد، مازن عباده، محمود زيات، يعني قصدي اقول ان وادي دجله يعني عاملين طفره انتوا حاسين بيها؟ طبعا لا يعني هو الاجيال في وادي دجله كل ما تنزل بالسن كل ما كل ما تبقى احسن بكتير يعني. دلوقتي مثلا الاجيال الصغيره بتعمل ماتشات وبتدخل بقى في البطولات الكبيره وبتعمل شغل فعلا وبتجيب مراكز عاليه يعني. يعني خلي بالك يعني كل ما الانديه بتزيد وكل ما اللعيبه والقاعده بتزيد ده بيبقى في الاخر استفاده المنتخب مصر. طب خليني اسال كريم يمكن برضو نفس السؤال، اللي استفدت مع وادي دجله اكيد قبل ما تيجي النادي الاهلي، وشعورك لو كانت المفاوضات فشلت ما بين النادي الاهلي ووادي دجله كنت هتزعل ولا لا؟ انا الصراحه يعني ما كنتش ازعل قوي الصراحه، لان كابتن عاطف صلاح هو زي ما يحيى قال هو اخونا الكبير وكابتننا،
وكان دايما بيشتغل معانا مثلا قبل التمرين يقول لنا تعالوا اعملوا كذا، كان دايما جنبنا يعني بيساعدنا معنويا وفنيا وكل حاجه يعني. طيب قول لي يعني كنتوا بتتمرنوا في المعادي صح؟ ولا في صاله بيأجرها بره ودي؟ لا جدا. فرع المعادي. فرع المعادي. طيب انت طبعا اتنقلت في نادي الاهلي في صاله مغطاه والتدريب بيكون احسن يعني، بتهيألي برضو الملاعب المكشوفه بتبقى متعبه مجهده. اكيد مع توفر الفاسيلتي دي والامكانيات دي اكيد بيبقى ليها مردود على اللاعب كويس. الصراحه يعني اول ما طبعا بلعب في الصاله احسن من اكيد الملاعب اللي بره يعني، واريح لي بكتير يعني، وكمان ملعب والباسكت كويس. كل يعني برضو خلينا نقول ان انت مثلا داخل على اجازه ترم، داخل على فتره فيها راحه من المذاكره، تستغل الوقت ده كويس يا كريم ولا؟ مثلا الصبح مثلا انزل اشوط شويه، انزل اعمل اي حاجه، مثلا اكلم يحيى ننزل ننزل نقعد نشوط كده يعني. طب في خبر بلغوني فيها الاعداد كره الماء ناشئي كره الماء 2003 صعدوا لنهائي كاس مصر، الف اخبار الجيده تتوالى. الحقيقه النادي الاهلي في كل الالعاب وبالذات العاب الصالات طبعا مسيره ما بتنقطعش، 22 لعبه بناشئينهم وفازوا، بيبلغوني فازوا على الصيد 6-4 وتاهلوا لنصف نهائي كاس مصر. الف الف مبروك كره الماء. والحقيقه كان معانا برضو ايضا تقرير مصور عن كره الماء وفازوا على نادي الجزيره 8-6 في المباراه الاسبوع اللي فات. وهعيد تاني الخبر اللي قلته من شويه ان الفريق الاول للكره الطائره سيدات فتيات الذهب فازوا النهارده 3-0 على نادي سبورتنج، والحقيقه كده يبقى فازوا بكل مباريات الدوري بنتيجه نظيفه 3-0 3-0. وبرضه قلنا ان فريق الطائره سيدات هو يمكن اول فريق بيفتتح الموسم في البطولات الدوليه جوه النادي الاهلي في بطوله عربيه بتقام على صاله استاد القاهره 17 ديسمبر الجاري، وفريق السيدات داخل فريق معسكر مغلق في احد الاوتيلات القريبه من النادي بيتمرنوا فترتين لغايه يوم 14، وقلنا الخبر ده وبذكركم بيه. ودلوقتي برضو ايضا يعني خلال البرنامج او اثناء البرنامج بتقام مباراه كره السله سيدات مع نادي سموحه في اسكندريه، ودي اخر مباريات دوري المرتبط، مباراه مهمه للكابتن ايهاب الالفي وطبعا بناته في نهائي او يعني اخر ماتش دوري المرتبط. الحقيقه يحيى انت متابع الباسكت بول ومتابع طبعا يعني شايف انا بقول الخبر، انت متابع الاخبار؟ طبعا. طب يعني انت مع الدرجه الاولى اكيد بتروح ماتشاتهم بتشوف بتعمل طيب قول لي انت يعني شايف، اكيد كابتن طارق خير هيجي في وقت يقول لك اتمرن معاه، شايف انت نفسك تتمرن مع الدرجه الاولى؟ طبعا ان شاء الله، يعني حلم اي لاعب ناشئ انه يتمرن مع الدرجه الاولى ويستفاد الخبره كبيرة دي. طبعا هتنزل تمسك مين في التقسيمه في الدوري؟ الله اعلم ان شاء الله خير. يعني هتمسك الغنام ولا هطول عليك شويه؟ لا لا امسك بلاي ميكر. لا بص خد بالك، واحنا لعيبه صغيرين لما كان يتقال لنا هتتمرنوا مع الدرجه الاولى ده كان بيبقى حلم. طبعا. واقعد بالليل بقى اكل في هدومي وبتاع، بتعمل كده برضو؟ لا بس لسه لما تتقال لي بقى ان شاء الله. لا ان شاء الله تتقال لك. طب قول لي برضو يا يحيى، خلينا نقول انه انت لما رحت النادي الاهلي اكيد في مجموعه من اللاعبين قريبين منك. اي واحد بيروح فرقه جديده بيبقى مش رايح على فرقه من يعني من كوكب تاني. مين في النادي الاهلي من اللعيبه قريبين ليك؟ لا والله كله زي بعض طبعا، بس احنا اول ما رحنا انسجمنا بسرعه، هم لطاف طبعا واخذونا بسرعه وبقينا اصحاب كلنا يعني، ده حتى يعني اتفقنا كلنا هنحلق شعرنا للاسف يعني. الله صحيح، ده انتوا حالقين شعرك كلكم؟ لا الفرقه كلها بقى كلها حلقت شعرها كده؟ فاضل اثنين كده هنقنعهم. وراهم لما تجيبوهم. هنجيبهم. طب قول لي يعني بتقعد مع كريم في نفس الاوضه لسه ولا؟ لا ما احنا بقى لنا بتاع ايه ست سنين خمس سنين في نفس الاوضه، كل معسكر فاهمني، نغير بقى شويه. انا هقول لك نتعرف على الناس. لا انا بقول لك بسال السؤال ده لان انا متاكد ان كابتن احمد الجارحي مش هيوافق بده، لانه اللعيبه اللي بتيجي من فرق تانية لازم تندمج مع الفرقه، ما ينفعش تاخدوا اوضه وتبقوا لوحديكم. طب بتقعد مع مين؟ انا قعدت مع محمود في مين؟ اول محمود مين؟ لا لسه نعرف الاسامي لسه. محمود وليد. انا اسف محمود. قعدنا كنت قعدت اول معسكر مع محمود، وتاني معسكر قعدت مع مؤمن طارق خيري طبعا.
وبس، وان شاء الله بقى المعسكرات الجايه مع ناس تانية بقى نغير. طيب بالظبط، انت كان عندك مشكله في ده كريم، ان انت يعني خد بالك برضو ما هو لازم يعني تخش مع الفريق. اه لا انا ما عنديش مشكله، بالعكس انا كنت عايز كده اساسا. فانا اصلا اول ما رحنا قلت ليحيى احنا انت في اوضه وانا في اوضه عشان اللي هو يعني نتاقلم مع الفريق وبتاع. باعك وقت يا ثانيه. قال لك بص انا جيت الاهلي انت في طريق ولا في طريق؟ انتوا من سنين مع بعض صح؟ ايه؟ من سنين. كتير من زمان قوي يعني، من اول ما ابتديتوا الباسكت وانتوا وبرضه حتى وانتوا في وادي دجله كنتوا مع بعض في الاوضه يعني. كنا دايما في حتى لما رحنا المانيا كنا مع بعض في وادي دجله، كنا مع بعض في الاوضه اي معسكر. غريبه دي، صدق كانت اول مره ما نقعدش مع بعض في معسكر، كان معسكرين اللي فاتوا بس. ده خد بالك برضه يعني حاجه كويسه جدا لما يبقى يعني زي ما بيقولوا يوروم ميت، يكون معاك في كل حته، حتى لما تتنقل نادي تاني تاخده معاك. والله سبحان الله، كانت حاجة جميلة والله يعني، دي كانت أحسن حاجة ممكن تحصل الصراحة. يعني أنت مش حاسس بغربة بتهيألي؟ لا خالص، صحيح خالص يعني. طيب يعني بأمانة كنت هتزعل لو يحيى راح، أو أنت يحيى كنت هتزعل لو كريم راح لوحده؟ لا وبالعكس، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا مهما مين راح احنا كده كده مبسوطين ببعض. شفت انا عارف ازاي اتكلمتوا في الموضوع ده ازاي؟ شفت انا عارف كل حاجه، كل حاجه يعني تغيير البوزيشن عارفه، وعارف ان انتوا كل حاجه بتتقال. لا يعني انت ما كنتش هتزعل لو كريم راح؟ لا طبعا اخويا. طب والله الروح دي جميله جدا جدا. طب قول لي برضو، هسالك سؤال وانسى ان احنا في قناه النادي الاهلي، وقولها بامانه، انت لما جيت النادي الاهلي حسيت بروح مختلفه؟ يعني خليك امين يعني، مش لازم تقول يعني، لو لقيتش حاجه انت مش شايفها ما تقولهاش. حسيت بروح مختلفه؟ حسيت بنظام؟ حسيت بروح الفانيله الحمراء اللي بتقال عليها؟ حسيت بده ولا لا؟ يعني اول ما جيت انا اللي عرفته واللي حبيته قوي ان ما بيقبلوش برقم اتنين، دايما رقم واحد، مفيش حاجه اسمها ان احنا نخسر، فدي اكتر حاجه عجبتني. طب وهو يعني برضو خلي بالك الانضباط، الالتزام، مواعيد التمرين، الخروج بدري، الحاجات دي حاسين بيها في نادي الاهلي ولا لا؟ طبعا برضو الحضور في وادي دجله برضو كان نفس الحاجه يعني، اللي هو الميعاد والانضباط وكل حاجه كانت تمام يعني. وانت نفس الكلام يحيى ولا لا؟ طبعا نفس الكلام، بس احنا فعلا يعني اول ما رحنا النادي الاهلي اهتمام طبعا بالفرقه غير طبيعي. كذا يعني كان عندنا مثلا في وادي دجله كان عندنا دكتور ماريو، دلوقتي بقى في كذا دكتور مثلا، كذا مدرب فيتنس. لا يعني في اهتمام، مواعيد التمرين، مواعيد التمرين برضو اللي بيجي متاخر طبعا بيتذبح كابتن احمد بقى دول. لا بس بحب يعني، التزام ده ما فيش مشكله خالص يعني. الواحد لما كان هو لعيب حتى بيجي متاخر كان بيبقى عنده مشكله. طب وحاسس برضو بروح الفانيله الحمراء؟ حاسس ان المركز الاول واما بلاش؟ طبعا يعني احنا كابتن احمد الجرح طبعا ما بينسيناش يعني، واحنا كل ما ندخل ماتش قبلها بقى طبعا الروح اصلا بتبان في قرايه الفتحه اللي قبل الماتش، واول ما تقول 1 2 3 اهلي دي بتهز الملعب المفروض يعني. لازم. برافو عليك يحيى، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. يحيى ايهاب لاعب الفريق 16 سنه بنادي الاهلي والمنضم حديثا، نورتني يا يحيى. وجودك والله شكرا، وجود لك مع فرقتك، اتمنى لك كل التوفيق. كريم مصطفى نورتني وشرفتني في الاستوديو، وكل التوفيق ليك ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير واستقبل ضيفي في الحلقه المهندس او الكابتن خالد ناصف سليم، رئيس اتحاد كره الطائره اللي فاز منذ ايام قليله او اسابيع قليله برئاسه الاتحاد. هنتكلم في بعض القضايا المهمه المطروحه على الساحه، هنشوف وهنقول معاه وهنتكلم معاه على استعدادات الاجندات المحليه والخارجيه. ما تروحوش بعيد، انتظروا بعد الفاصل كابتن خالد ناصف سليم. ماتش الجزيره بنعتبره في التنس زي ماتش الاهلي والزمالك في الكوره بالظبط، يمكن احنا دايما الفرقتين اللي بننافس على مركز اول وتاني. حصل دروب صغير يمكن في المجاميع في الماتش اللي فات مع الصيد، طلعنا تاني مجموعه بدل الاول، ففي السيمي فاينل بنلعب مع الجزيره، ربنا يكرمنا. هو يعتبر من اصعب الماتشات طبعا. استعداداتنا للماتش ده كانت قاسيه جدا بعد النتيجه الغير متوقعه من ماتش الصيد. الحمد لله اللعيبه رجعت تاني روح النادي الاهلي، واللعيبه متحمسه جدا، واللقاء بدا بقاله حوالي ساعه ونص دلوقتي، الحمد لله النتائج فيه ماشيه كويس قوي، ربنا يكرم واليوم يكمل على خير، وباذن الله الاهلي في النهائي. احنا بقى لنا اسبوع بنتمرن كل يوم وبنتعب كل يوم عشان نكسب، وبنحاول ان احنا نكسب النهارده ان شاء الله. ابتديت الساعه 10 ولسه ده اول ماتش، وان شاء الله نكسب الايفنت ان شاء الله، ونكسب الماتش كله ان شاء الله. اول ست الحمد لله كان ماتش
عادي وكسبت، وسكن ستة كسبت، كان ماتش مرتاح. كل يوم كنا بنحاول نتدرب، وكل المدربين كانت بتحاول تشجعنا، يعني كان مستعدين للماتش كويس. احنا خلصنا سيزون البطولات المحليه، فده كان جالنا فرصه كويسه وان احنا نجهز لماتش الجزيره. ماتش الجزيره دايما بيبقى ماتش صعب جدا بالنسبه للناديين، عامل زي الاهلي والزمالك كده في الكوره، اكتر ناديين كسبوا الدوري العام بتاع التنس، فبيبقى ليه طابع خاص كده في التجهيزات. كمان احنا الاسبوع اللي فات ده كله كنا بنتمرن كل يوم تقريبا، ويعني الحمد لله اللعيبه حاولنا ان احنا نرجع الحماس بتاعهم، والحمد لله رجع، وهي دي اهم حاجه. يعني احنا دايما بنكسب ماتش الجزيره ده بالروح يعني، فالحمد لله ربنا يوفقنا النهارده بس، والدنيا تمشي كويس يعني ان شاء الله.